اليوم تنعقد ندوة علمية وفكرية في موضوع بناء وتشييد طريق الوحدة الذي خلده الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، خلد ذكرها 66 في 5 يوليوز من هذا الشهر. إذن طريق الوحدة كما تعلمون له أكثر من دلالة وأكثر من معنى، بحيث أنه يدل على توحيد شمال المغرب بجنوبه، الذي هذا المغرب الذي كان مقسما يعني في العهد في على عقد الحماية كان مقسما إلى مناطق نفوذ، طنجة الدولية إسبانيا في المنطقة الخليفية، ثم المنطقة السلطانية التي كانت فيها فرنسا، ثم إسبانيا في جنوب المغرب. إذن طريق الوحدة تدل أساسا على توحيد المغربي شماله وجنوبه. ثانيا الوحدة هي بناء العدد من الكيلومترات ومن القناطر على الأودية. أولا هي فك العزلة على عدد من المناطق، ثم يعني تسهيل مرور البضائع والأشخاص، وهذا يعني أن هناك حركية ونشاط اقتصادي مهم. ثالثا أن طريق الوحدة تعتبر أول امتحان بالنسبة للشباب المغاربة، وقد نجحوا بطبيعة الحال في هذا الامتحان بنجاح وبامتياز، على إثر النداء الملكي السامي للمغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، والمشاركة الفعلية لولي عهده آنذاك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه وقدس الله روحه، بحيث أن هؤلاء الشباب يعني انخرطوا بكل طواعية وإرادة وحزم وثبات في هذا المشروع التنموي والجيلي والنوعي كذلك. إضافة إلى أن بموازاة مع يعني ورش البناء كانت تنظم دروسا في التوعية وفي الوطنية، وفي بمعنى أن هذا الورش بناء طريق الوحدة كان مدرسة متكاملة الأبعاد، فيها ما هو تطبيقي بطبيعة الحال هو البناء من استراتيجية ومهندسين وبالكفاءات المغربية، وكذلك نظري من أجل يعني ترسيخ وتقوية وتثبيت الروح الوطنية ومضامين الحمولة، حمولة الذاكرة التاريخية في أوساط هؤلاء الشباب، من أجل بطبيعة الحال مستقبلا أن ينخرطوا بكل طواعية وإرادية في المشروع المجتمعي الحداثي آنذاك. وهؤلاء هذه القيم هي التي ستحاول هذه الندوة تسليط الضوء عليها، من أجل وخاصة أن الندوة فيها فاعلون جمعويون، من أجل أخذ العبر ويعني وتوظيف يعني طريق الوحدة ونتائجها في ما يقومون به من عمل جمعوي وتطوعي في تأطير الشباب وتوعيتهم لكي يكونوا منخرطين في الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكل يعني حكمة وتبصر وبعد نظر. وشكرا لكم. اللقاء اليوم هو لقاء ديال تخليد ذكرى 66 لانطلاق مشروع العظيم طريق الوحدة، هذا المشروع اللي كان من فعل إدان بأن المغرب انتقل من مرحلة من مرحلة الحماية والاستعمار والحجر إلى مرحلة الاستقلال. فهذا المستوى بعد سنة من الاستقلال طرحت مسألتين. المسألة الأولى هي كيفاش يمكن المغرب يتغلب على المخلفات ديال الاستعمار والتجاوز ديالها بكل سلبياتها، وأيضا كيفاش يمكن المغرب يبني المغاربه يبنيوا ما يسمى بالمغرب المستقل. ملي كنقول المستقل على جميع المستويات، جميع البنيه التحتيه الاساسيه من مدارس من طرق من ماء من كذلك بناء المؤسسات، وهذه المؤسسات اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه. ايضا طرحت المساله الثانيه كيفاش يمكن للمغرب يتوفر على واحد الطاقه بشريه اللي تعوض الاطر ديال الاستعمار. كيفاش يمكن لينا تكون عندنا واحد مجموعه من الاطر اللي قادين يدبروا الشأن المحلي، قد يدبروا مثلا مصالح الدوله، قادين ايضا يبنيوا شركات، يبنيوا مؤسسات اقتصاديه. كيفاش يمكن للمغرب ايضا يعبر
على انه قادر بكل بشبابه بنسائه ورجاله قادر ان يرفع التحدي، هو تحدي بناء المغرب المستقل. احنا كجمعيه الاوراش المغربيه الشباب اعتبر رئيس ديالها نعتبر انفسنا باننا نتاج ديال هذا المشروع. لماذا؟ لان الذين اسسوا هذه الجمعيه سنه 1961 هم اطار شغلوا بمشروع طريق الوحده. لماذا؟ لان مشروع طريق الوحده على اتحاد استمر 4 شهور اللي تكونت فيه 12,000 شاب وشاب اللي ولاو اطار ديال الدوله ولاو في مؤسسات اساسيه. كيفاش يمكن لهذا المشروع استمر في المجتمع؟ فاذا الجمعيه ديالنا بين الجمعيات اللي تحملت الاباء ديال انها تنتمي فلسفيا وقيميا لهذا المشروع، ونحن ايضا نشتغل في هذا الاتجاه، اتجاه التطوع، في اتجاه العمل الى جانب الدوله والى جانب المؤسسات المنتخبه. اذا هذا هو اذا التخليد لنا لهذه الذكرى هو نوع من الاعتراف بان هذا المشروع لازلنا في حاجة إليه. إذا نحن في أمس الحاجة إلى استمرار روح مشروع طريق الوحدة على المستوى الوطني من أجل التقدم والازدهار.